ثم كذلك من قاعدة أخرى. أما القاعدة أما ما تبقى من القاعدة فهي مجموعة من الفروع، والقاعدة هي ما قارب الشيء أعطى حكمه. طيب، الفرع الأول من الفروع التي سبق لنا في الحصة الماضية، نعم، بيع الخيار. ما المقصود ببيع الخيار يا ترى؟ شو المقصود ببيع الخيار؟ نعم نعم، ما صورته هنا؟ ما صورته هنا؟ نعم، يجذب فيها هذا المشتري في العتق. نعم. مثلا 3 أيام، لكن هذا المشتري يأتي بعد غروب شمس آخر يوم فيطلب الإقالة من البائع. نعم. فهل يجاب إلى ذلك أم لا؟ أي. قلنا بأنه ما قارب الشيء أعطى حكمه يجاب على يجاب. نعم. وإن قلنا لا يعطى حكمه فإنه لا حق له في الإقالة. كذلك من الفروع التي سبقت فرع المستحق، المقصود به. نعم تمام. نعم. نعم. وإن كان المستحق منها أكثر من الثلث فإنه يفسخ البيع، هذا في المقاومة. نعم. وأما في الملكيات فإن كان المستحق أكثر من الثلث فإن المشتري يخير. يخير بين أن يأخذ وبين. نعم تماما. هذه هي صورة هذا الفرع. فرع الذي بعده. هو أن يبيع الشريك شخصه شخصا. نعم. آخر. نعم. ثم يحط عنه القدر من المال. نعم. ثم أتى شريكه الثاني طريق الشبعة. نعم. ثمنها الكامل قبل قليل الذي أخذ هذه البائع. نعم. نقول لأن ما قرض الشيء أعطى حكمه إنما أعطى حكم نسيئا إنه يأخذها بقيمتها الكليلة. نعم. السؤال الثاني. نعم. إذا جاء الحاضر بالشفعة، إذا جاء من الذي له حق بالشفعة. له الحق في الشفعة جاء بعد مضي سنة بقليل من الأيام كيومين أو يومين أو ثلاثة، فهل يعطى حق الشفعة أم لا؟ قلنا ما قارب الشيء يعطى حكمه يعطى حق الشفعة، إن قلنا لا فإنه لا حق له في ذلك لأن الشفعة تكون قد ذهبت عليه. نعم. الفرع الذي بعده. نعم. يتنازلون عن ثلثه فيقول نأخذه بالثلثين لأن الثلث يعتبر قليلا، فإن لم يأخذ فإن أبى أن يأخذه فليبيعه مثلا ب. نعم تماما. الفرع الذي بعده. وما لحق من خصمة. نعم. صورته أن يشتري الرجل شجرة وخمار هذه الشجرة لم يرجو صلاحها لأنه إذا بدا صلاحها جاز له الشراء. نعم. ولكن الآن لم يبدو الصلاح. ولكنه قريب. ولكنه قريب. قريب. ما قارب الشيء يعطى حكمه فإنه يجوز. له أن يأخذه، له أن يشتري هذه الثمار بعد شرائه الأصل. ولكن بالشرط، ما هو الشرط الذي ذكرناه؟ الشرط شو؟ أن يكون الملك لا يزال باقيا بيده، ما إذا كان باعه فإنه لا حق له في ذلك، لا حق له في ذلك. طيب، ومن الفروع التي سبقت لنا أيضا. نعم تفضلي. نعم. من قريب فإنه يصدق بيمين لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وإذا كان من بعيد فيكون الحق لي، إذا كان من بعيد فيكون الحق لمن؟ للمكري كذلك بيمينه. نعم تماما. ثم أيضا الفرع الذي بعده. يلا تفضلي. الفرع الثالث مع وكيل، والوكيل الذي وكل
نعم. وإنه زاد على ذلك الثمن بدرهم أو بدرهمين، لا يلزم أن يوكل أو لا يلزمه، هل بناء على شرط القاعدة الأولى فإنه يلزمه لأنها قارب شيء أعطى حكمه، نعم. لا انه يلزمه تمام لان ما قارب الشيء اعطى حكمه كذلك من هذه الفروع تفضل نظير والمراد به نظير الايتام نعم الذي دفع الملا للايتام قبل وجده بالقليل نعم بعد الحكم بوجدهم ادعى انه دفع لهم فهل يصدق حكم وجده ام لا نعم على شرط القاعده على الشرط الاول فهو لا يصدق لان ما قارب الشيء اعطى حكمه و دفع يتيم إلى من يأتي إلى اليتيم فيه ضوابط وشروط. نعم. لقوله تعالى فإن أنستم منه وجدت فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. لا يدفع لهم إلا بعد الرجوع والاختبار. نعم. إلا بعد الإشهاد وبعد الاختبار، بعد الاختبار والإشهاد، وهو تعجل. فما تعجل شيء قبل أوانه عقب حرمانه. نعم. ومن هذه القواعد إذا من هذه الفروع يعني. من القواعد لا أقول من هذه القواعد التي درسناها نعم هل من جوى له سبب المطالبة بملكه هل يعتبر ملكا نعم تماما من جرى له سبب المطالبة بالملك أو الملك هل يعتبر مالكا أم لا قيل يعتبر مالكا لوجود سبب الملك الذي يمكنه من أن يملك وقيل لا يعتبر مالكا لأنه لم يملك بالفعل تماما وهذه أيضا تحتها فروع من الفروع التي سبقت لنا فرع القادر نعم وهذا القادر له صور نعم من القادر عن رفع السلس القادر على التكسب للفقير نعم فهذا الذي هو السلس له إذا كان له سبب نفع به سلسه نعم إنه أحد القاعدة تمام نعم وهو قلنا من جرى له سبب المطالبة بملكه فإنه يعد مالكا فإن صاحب السلس القادر لا نعطي له حكم صاحب السلس أي نعم بمعنى لا رخصة له لأنه قادر على رفع السلس بالتداوي أو التسري أو الزواج وكذلك القادر على التكسب فإنه أيضا لا يعطى من الزكاة إذا قلنا بأن من ملك السبب يعتبر مالكا وأما قلنا بأنه لا يعتبر مالك فإنه يعطى من الزكاة مشهور أنه يعطى من الزكاة في الحقيقة لأنه اتصف بصفة الفقر والشرع إنما أناط الحكم بالفقر أناط الحكم بالفقر لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء وقد توفر فيه مناط الحكم فلينزل عليه هذا الحكم ومن هذه الفروع أيضا نعم تفضل الفروع من سرق والله الذي سرق من الغنيمة قد تقطع فيه اليد هذا القسم هل تقطع يده أم لا قلنا بالشرط الأول هو أن ملك السلس يعتبر مالكا نعم نعم قلنا بالشرط الثاني لا تقطع يده ومشهور في المذهب أنها تقطع يده نعم اي نعم لا تقطع يده صحيح وهذا هو الظاهر في الحقيقه لان له في ذلك شبهه والحدود تدرا بالشبهات فهذا هو الذي يبدو انه الراجح وان كان يعني اشتهر غير ذلك من ذلك ايضا نعم قرض ومقابل نعم والمراد به من عقد قرضا بينه وبين صاحب المال نعم نعم بعد أن تجهر في ذلك المال ظهر له الربح نعم يعتبر مالكا لقسطه من المال أي نعم فتجب عليه الزكاة نعم الشرط الأول من القاعدة تجب عليه الزكاة أي نعم وعلى الشرط الثاني نعم وكلا الراجح أنه تجب عليه الزكاة ومن هذه الفروع أيضا الشفعة نعم بها ملك الشفعة ثم باع شخصه قبل أن يأخذ بالشفعة تثبت له الشفعة تثبت له الشفعة لأنه ملك السبب نعم هو أنه شريك أي السبب هو كونه شريكا للبائع نعم أم لا لأن السبب
أيوة تماما، لأنه لا يملك بالفعل. نعم، ولكن هذا فيه تفصيل. ما هو التفصيل الذي ذكرناه؟ ذكرنا فيه تفصيلا الحقيقة. نعم، إن كان عالما بالبيع، نعم، ولم يأخذ بحقه في الشبهة فإنه لا شبهة. أيوة، لم يكن عالما فلو حق الشبهة ما فأراد الأخذ. أي تماما، هذا التفصيل هو الأحق في هذه المسألة أيضا. نعم، تيمم. نعم، والمراد به الشخص الذي تيمم ثم أتى الشخص الآخر بماء هدية له قبل أن يصلي. قبل أن يصلي، نعم، هل يبطل ذلك التيمم؟ نعم، قلنا بالشرط الأول من القاعدة فإنه يبطل لأنه ملك السبب. أي نعم، قلنا بالشرط الثاني فإنه لا يبطل. نعم، وفي ذلك تفصيل أيضا. ما هو التفصيل الذي سبق لنا ذكره؟ نعم، وإذا كان يشعر بالامتنان عادة. نعم تماما، إذا شعر بالامتنان فإنه لا يقبل. أي نعم تماما. إذن هذه هي الفروع التي ذكرت في هذه القاعدة. نعم، من فروع أيضا فرع الذي هو المستحق. أي نعم نعم، وبقي في يديه بعض منه. نعم، فهل يعد مالكا؟ فهل إذا جاء السبب مالك؟ هل له التمسك بالباقي؟ إذا كان هذا الباقي، إذا كان هذا الباقي ماذا؟ أيوة، إذا كان هذا الباقي أقل، هل له أن يتمسك بهذا الباقي أم لا؟ قلنا بأن من ملك السبب يعتبر مالكا فإنه له الحق في ذلك، وإن قلنا بأنه فله الحق في ذلك، ولكن الراجح في هذا الفرع هو أن له الحق في ذلك حتى على الشطر الأول من القاعدة، وذلك لأن قوة السبب، لأن السبب هنا قوي، لأن السبب هنا قوي، ولذلك نعم. أي نعم تماما. إذن هذه هي الفروع التي سبقت لنا في القاعدة. لعلنا توقفنا في القاعدة التي تليها، وهي التي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: هل لغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم للفراغ؟ نعم، هذا ضابط وليس قاعدة على من يفرق بين القاعدة وبين الضابط، لأنه يخص بابا واحدا وهو باب الطهارة الذي هو باب الوضوء. والمقصود بهذا الضابط هو هل ينظر إلى الوضوء نظرة جزئية أم ينظر إلى الوضوء نظرة كلية؟ لأن هناك من الأحكام الشرعية ما يكون كليا وهناك ما يكون جزئيا، فلا يدخل هنا إلا الحكم الكلي الذي اندرج تحته أجزاء. والوضوء كما هو معلوم هو من الأحكام الكلية التي تندرج تحتها أجزاء، كم الصلاة مثلا فإنها أيضا من الأحكام الكلية التي تندرج تحتها أجزاء. فإذا هذا الوضوء الذي هو في حقيقة الأمر كلي تحته أجزاء، هل ينظر إلى كل جزء باستقلال عن الأجزاء الأخرى أم ينظر إليه على أنه كلي لا يتجزأ؟ على أنه كلي لا يتجزأ. قيل بهذا وقيل بهذا، ولكن الراجح هو أنه ينظر إليه على أنه كلي لا يتجزأ لقاعدة أخرى، وهي ما لا يتبعض، ما لا يتبعض، ما لا يتبعض فحكم بعضه كبعض كحكم كله. هذه القاعدة، ما لا يتبعض فحكم كحكم كله. تمام، إذن القاعدة هي هنا هي هل الحدث
يرتفع عن كل عدو باستقلاله، الحدث يرتفع عن كل عضو باستقلاله وانفراده بغسله، أم لا يرتفع هذا الحدث إلا بإكمال هذه الأعضاء كلها؟ قيل كل عضو من أعضاء الوضوء يستقل بنفسه، فإذا غسل مثلا إن كان من الأعضاء المغسولة أو مسحة فإنه يستقل عما بعده. وقيل لا، فالحكم يشمل جميع هذه الأعضاء، ولا يمكن لأي عضو من هذه الأعضاء أن يستقل بالحكم الذي هو رفع الحدث. شو الحكم؟ رفع الحدث وثبوت الطهارة التي هي طهارة الحدث. والحدث كما هو معلوم هو المنع المرتب على الأعضاء، أي الحكم المرتب على الأعضاء. هذا المنع هو حكم مقدر يقدره الفقهاء في المحل، لأنه ليس شيئا مجسدا مجسما، بل هو من الأمور المقدرة. فإذا الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء حيث يمنع الإنسان من أن يأتي بالشيء الذي لا يؤتى إلا بطهارة الحدث. إذن ضابط هنا له شطران: الشطر الأول هل كل عضو يستقل بنفسه حين يغسل أو حين يمسح، أو لا يمكن أن يستقل بنفسه ويرفع عنه الحدث إلا إذا كان ضمن الأعضاء كلها. وهذا هو الراجح في المسألة، وهو أنه لا يمكن أن يستقل كل عضو بنفسه ويرفع عنه الحدث من غير أن يرفع عن الأعضاء الأخرى. لا يرفع عنه الحدث إلا إذا رفع عن الأعضاء الأخرى. وهذا معنى قوله هنا في هذا الضابط: وهل بغسل عضو عنه يرتفع؟ يرتفع. يرتفع ماذا؟ الحدث. نعم، حدثه أم بالفراغ وسمع. نعم نعم. هذا الضابط انكره بعض علماء المذهب، وممن انكره الإمام ابن رشد الجد رحمة الله تعالى عليه، إمام ابن رشد الذي هو من الأقطاب الأربعة التي يدور عليها فقه الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه، فهو من أقطاب المذهب. هذا الجد صاحب البيان والتحصيل وصاحب المقدمات الممهدات، مش المقدمة لابنه، لا، المقدمات والممهدات، وله عدة كتب. هذا الإمام أنكر هذا الضابط وهذا الأصل، وممن أنكره إنكارا شديدا أبو بكر بن العربي المعافري رحمة الله عليه، وإنكاره يكتسي حدة، على عادته أنه إذا أنكر شيئا أو انتقد شيئا ما فإنه ينتقده بلسان حاد جدا، وهذا شأنه رحمة الله تعالى عليه. وقد ورد إنكاره لهذا الأصل حتى قال إن هذا الأصل ليس من مذهبنا، ولا صلة له بالمذهب، ولا يعرفه شيخ من الشيوخ، ولا يخطر ببال شيخ منا، بل هو أصل فاسد من أصول الشافعية، وهو عنده موقف من الشافعية، يعني كلما مر على فرع يشبه فقه الشافعية فإنه يقف معه وقفة خاصة. إذن يقول بأنه أصل من أصول الشافعية،
وقد جلبه من يريد أن يغرب به، جلبه من يريد أن يغرب به. والحقيقة أنه أن هذا الضابط موجود في المذهب، وإن كان ضعيفا لكنه موجود، وبعضهم استدل عليه بحديث خرجه الإمام مالك في موطئه، حديث أبي هريرة، وهو حديث فضل الوضوء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرجت خطاياه من وجهه، أو خرجت خطاياه من وجهه، إلى آخر الحديث. فبعضهم استأنس بهذا الحديث على وجود هذا الضابط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله له، لم يذكر له فروعا، ما ذكر له فروعا في الحقيقة. ومن فروعه التي يمكن أن ينطبق عليها هذا الضابط ومسألة نعم تفريق النية، مسألة تفريق النية، هل يجوز أن يفرق المتوضئ النية؟ ما معنى أن يفرق النية؟ بمعنى أن ينوي عن كل عضو رفع حدثه الخاص به من غير أن يربطه بما بعده، وهكذا كل عضو من هذه الأعضاء ينوي رفع حدثه الخاص به من غير أن يربطه بباقي الأعضاء، هل يجوز له ذلك؟ إن قلنا بالشطر الأول من القاعدة فله ذلك، وإن قلنا بالشطر الثاني لا، بل ينبغي أن ينوي رفع الحدث عن جميع الأعضاء من غير تفريق للنية. ومن الفروع أيضا التي ذكروها هو فرع من أدخل الخف رجله اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فهل يجوز له ويرخص له أن يمسح على الخفين عندما ينتقض وضوءه أم لا؟ إن قلنا بالشطر الأول فنعم، وإن قلنا بالشطر الثاني فلا. لماذا؟ لأنه أدخل الخف قبل أن يستكمل الطهارة. نعم. ومن ذلك أيضا من الفروع الغريبة التي يمثل بها الفقهاء رحمهم الله تعالى، هو الإنسان الذي كان يتوضأ حتى إذا وصل إلى الرجل اليمنى قطعت رجله اليسرى، فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ إن قلنا بالشطر الأول لا ينتقض وضوءه، وذلك لأن كل عضو قد رفع عنه الحدث، وإن قلنا بالشطر الثاني لماذا؟ لأنه لم يستكمل الوضوء، لم يحقق الموالاة التي هي فرض من فرائض الوضوء. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله رحمه الله: وهل لغسل العضو عنه يرتقي؟ حدثه بالفراغ وسمع إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه ولذاب في الورد. نعم. على كل حال هذا الضابط الراجح فيه هو أنه لا يرفع الحدث عن الأعضاء إلا باستكمال جميعها، وهذا هو الحق في هذه المسألة. وإن كان هذا الخلاف ذكر هنا إنما ذكر من أجل البيان. ثم قال: وهل تعد رخصة محلها عليه كالنجس؟ هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أخرى، وهذه من القواعد المهمة، والقاعدة هنا تتعلق بالرخصة، وهي في الحقيقة قواعد ثلاثة مندرجة في الرخصة. والرخصة معناها في اللغة اللين والنعومة، فيقال في اللغة في الشيء اللين الناعم رخصة. وأما في اصطلاح الشرعي فالرخصة
هي الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الأصلي، كما قال صاحب المراقي: والرخصة حكم غير إلى سهولة، حكم غير إلى سهولة، إلى سهولة لعذر مع بقاء علة أصلي. نعم، هذه القريرة يقول: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قريرة مع بقاء علة الأصلي وغيرها. نعم، عزيمة النبي، أي غير الرخصة العزيمة، الذي يقابل الرخصة العزيمة. والشريعة الإسلامية لها صوران، لها صوران يحد أحكامها: صور الرخصة وصور العزيمة. فكل الأحكام الشرعية تدور في دائرة هذين الصورين، فلا يخرج الحكم الشرعي إما أن يكون عزيمة وإما أن يكون رخصة، فهما صوران للأحكام الشرعية. طيب، إذن الرخصة تعريفها يشتمل على قيود أربعة. القيد الأول هو التغير، لأننا قلنا في تعريفها: حكم غير، حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي غير احترازا من الحكم الذي لم يعتريه التغيير، فهذا لا يسمى رخصة وإنما يسمى عزيمة. فالأحكام التي لم يعتريها تغيير، كما قلنا الصور الذي لا يعتريه تغيير، هذا يسمى عزيمة. هذا القيد الأول. القيد الثاني: من صعوبة إلى سهولة، وهذا القيد نخرج به الحكم الذي تغير من سهولة إلى صعوبة. هناك بعض الأحكام الشرعية التي تغيرت من سهولة إلى صعوبة، وذلك كالصيام عندما شرع في أول الأمر كان المكلف مخيرا بين أن يصوم أو يطعم، ثم نسخ هذا الحكم الذي هو التخيير إلى وجوب الصيام، صيام رمضان، فانتقل الحكم هنا وتغير من ماذا؟ من سهولة، من صعوبة إلى ماذا؟ من سهولة، من سهولة إلى صعوبة، من سهولة إلى صعوبة، هذا يسمى نسخا. القيد الثالث وهو لعذرين، هو لعذرين. فالحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر لا يدخل تحت الرخصة، وذلك مثل الوضوء الذي كان واجبا عند كل صلاة، ثم نسخ ولم يبقى واجبا وبقي مندوبا، فهذا النوع من الأحكام لا يسمى رخصة وإنما يندرج تحت النسخ تماما. قلنا من سهولة إلى، من صعوبة إلى سهولة. وكذلك يخرج بهذا ما تغير من ماذا؟ من مساو، وذلك في استقبال. نعم، قلنا لعذر، هذا قيد. القيد الرابع: مع بقاء علة الحكم الأصلي، وهذا مخرج للمصابرة التي كانت في أول الإسلام، وأن المسلم في أثناء المعركة عليه أن يصابر ويواجه عشرة، لقول الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم، أيوة نعم، يغلبوا 200. ثم تغير هذا الحكم من ماذا؟ تغير من صعوبة إلى سهولة، ولكن مع بقاء العلة. شكون هي العلة؟
لا 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 مع زوال العلة ما بقاش العلة هنا، العلة هي القلة، العلة هي القلة، وهنا زالت العلة اللي هي القلة وبقي الحكم. إذا نخرج هذا من ماذا؟ من الرخصة، وندخلها في ماذا؟ في النسخ. إذا كم من قيد هنا؟ القيد الأول، ثاني، والثالث، والرابع، هذه الرخصة. إذن هذه الرخصة الآن ذكر المؤلف لها هنا أصول أربعة، أصول ثلاثة في الحقيقة. الأصل الأول أو الضابط الأول أو القاعدة الأولى هي هل الرخصة تتعدى محلها، هل الرخصة تتعدى محلها أم لا؟ هذه القاعدة، هل تتعدى محلها أم لا تتعدى محلها؟ قيل إن الرخصة يجوز أن تتعدى محلها إذا وجدت العلة والحكمة التي من أجلها كانت الرخصة، وقيل لا تتعدى محلها، وذلك لأن الرخصة إنما هي حالة استثنائية ولا ينبغي التوسع فيها، لأنها في الأصل هي مخالفة، هي مخالفة لماذا؟ مخالفة للأصل، وإنما استثنيت لعذر، ولا ينبغي أن يكثر من توسعها ولا أن يكثر مما لا يندرج في الرخصة مباشرة. فهناك وجهة لطائفة من الفقهاء يقولون يجوز أن تتعدى الرخصة محلها إذا وجد مناطها، إذا وجد مناط الرخصة في محل آخر يجوز أن يقاس عليها ذلك المحل لوجود الجامع الذي هو المناط والعلة. وهناك من يقول لا، الرخصة إنما هي حالة استثنائية خاصة لا ينبغي التوسع فيها. ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه المؤلف هنا، نعم، كالنجسي مراد بالنجس هنا هو الإنسان الذي رخص له في النجاسة، رخص له في النجاسة، مثل صاحب السلس، ومثل كذلك الظئر، مرض بالظئر هنا المرضعة، فهل هذه المرضعة تقاس على الأم الأصلية؟ لأن الأم الأصلية رخص لها في أن تصلي في ثوبها الذي فيه نجاسة ابنها، لماذا؟ نعم، للمشقة. هل يقاس عليها أو تقاس عليها الظئر اللي هي مرضعة؟ على الشطر الأول نعم تقاس عليها لوجود المناط، وعلى الشطر الثاني لا تقاس عليها، والراجح أنها تقاس عليها، الراجح أنها تقاس عليها. ثم كذلك من هذه الصور صورة السلس الذي ذكرناها كذلك، ومن هذه الصور أيضا صورة صورة مثلا الكناف، وهو الذي يباشر الكنف، يخرج النجاسة من الكنف، يقاس عليها كذلك. وهكذا. هذا هو الفرع الأول. نعم، الفرع الثاني، نعم، فرع واحد فقط، نعم، كقادرين كالنجسي. نعم، طيب، المهم أن الرخصة التي سبق تعريفها والتي لها صور متعددة، هل يقتصر على هذه الصور التي ورد الحكم فيها، ورد النص فيها، أم يقاس عليها؟ قيل يقاس عليها لوجود المناط، وقيل لا يقاس عليها. نعم، هذا هو الأصل الأول.
الأصل الثاني أشار إليه بقوله هل أبطالها معصية. الأصل الثاني هل المعصية تبطل الرخصة أم لا؟ قيل المعصية تبطل الرخصة وقيل لا تبطلها، ومنشأ الخلاف هو هل الرخصة حكمتها أو سببها هو أنها معونة للشخص أم هي معونة، أي أن الشرع شرعها من أجل إعانة الشخص أم للتخفيف. قيل إنما شرعها الشرع لأجل المعونة، وقيل إنما شرعت للتخفيف على المكلف. فإن قلنا بأنها شرعت من أجل المعونة فإنه لا يستعان بها العاصي، وحينئذ لا تتعد، وحينئذ المعصية تبطلها، وحينئذ المعصية تبطلها، وذلك لأن الرخصة إنما شرعت من أجل المعونة، ولا يمكن أن يعين الشرع عاصيا لله رب العالمين. قد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فإن الشخص الذي قام بمعصية، سافر مثلا لمعصية من المعاصي، هل يتمتع بالرخص أي رخص السفر أم لا؟ هل يتمتع مثلا برخصة القصر، رخصة الإفطار، رخصة الجمع، أم لا يتمتع بذلك لأنه عاصي لله تبارك وتعالى؟ إن قلنا بأن المعصية تبطل فإنه لا يتمتع بهذه الرخص، وإن قلنا بأن الرخصة إنما شرعت للتخفيف فله أن يتمتع بذلك. وهناك من فصل تفصيلا آخر فقال إن كانت هذه الرخص عامة مشروعة في الحضر والسفر فإنه يتمتع بها، وإن كانت خاصة بالسفر فإنه لا يتمتع بها، هذا بالنسبة للمسافر. وهكذا أيضا المحرم لو عصى الله تبارك وتعالى ولبس الخفة، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفة، فلو لبسه مخالفا شرع الله عز وجل فهل يجوز له أن يمسح عليه أم لا؟ إن قلنا بأن المعصية تبطل فإنه لا يجوز له يمسح عليه، وإن قلنا لا تبطلها فيجوز له يمسح عليه. هذه القاعدة الثانية. ثم هناك القاعدة الثالثة وهي التي أشار إليها أيضا، وهل كذا كراهة تردد؟ أيوة، هل الكراهة أيضا تبطل؟ يمكن أن نقول هل المكروه، أي هل من وقع في مكروه يكون هذا المكروه مبطلا لماذا؟ للرخصة أم لا؟ المعصية قد اختلف فيها هل تبطل الرخصة أم لا؟ قيل تبطلها وقيل لا تبطلها، ولكن الراجح أنها لا تبطلها. المكروه، لأن المكروه ليس معصية وإنما هو خلاف الأولى، لأن المكروه في حقيقة الأمر هو ما يثاب على ماذا؟ ولا يعاقب على فعله، ولذلك فهو جائز الفعل، فهو جائز الفعل، فهل تبطل معه الرخصة أم لا؟ الراجح أنه لا تبطل معه الرخصة، وقيل تبطل معه الرخصة. ومثيلته كالإنسان الذي سافر للهو مثلا، لأن سافر للهو أو خرج لصيد اللهو، لأن الذي خرج لصيد اللهو يكون قد وقع في مكروه، هل له أن يتمتع بالرخص أم لا؟
قيل نعم له أن يتمتع بالرخص وهذا هو الراجح، وذلك لأن الكراهة كما ذكرنا لا تعتبر معصية، وبما أنها لا تعتبر معصية وإنما صاحبها محروم من الأجر فقط وليس عليه إثم فيتمتع بالرخصة، وهذا معنى قوله هنا. وهل كذا كراهة تردد النقيل؟ تردد النقيل، نقل التردد في هذه القواعد. قاعدة الأولى هي هل تتعدى؟ نعم. قاعدة الثانية والقاعدة الثالثة؟ نعم تماما. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة. فصل في الصلاة، بهذا الأصل أو بهذه القاعدة التي تتعلق بهذا الباب الذي هو الرخصة، ليكون المؤلف قد طوى الكلام على باب الطهارة لينتقل بعد ذلك إلى باب الصلاة، وما زال في مجال العبادات، ومجال العبادات الذي تحدث عنه المؤلف رحمه الله بالنسبة للقواعد ومجال الطهارة، مجال الصلاة، مجال الزكاة، ومجال الصيام. وأما الحج فقد استغنى عنه بذكر الفروع التي تتعلق به، حيث جاءت فروعه موزعة على الأبواب والقواعد. إذن الصلاة وهي القاعدة الأولى من قواعد الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن القاعدة الأولى من قواعد هذا الدين بالنسبة للعبادة بعد قاعدة العقيدة هي الصلاة، وهي أعظم كما جاء في الحديث، وهي أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة بالنسبة للقواعد هنا تندرج فيها طائفة من القواعد التي تتعلق بها، وهذه القواعد تدور ما بين الضوابط والقواعد. وبدأ المؤلف رحمه الله بالضابط الأول من ضوابط الصلاة، حيث قال هنا: هل كل جزء من صلاة مستقيم أم أول وقف لآخر قبل؟ نعم. هذا ضابط فقط، لأنه يتعلق بالصلاة. فإذا كان الضابط يتعلق بالصلاة أي بباب واحد لا يخرج عنه فهذا يسمى ضابطا. ضابط هنا هو هل كل جزء من الصلاة مستقل بالصحة والقبول، أم أجزاء الصلاة يتوقف بعضها على بعض، أو بعبارة المؤلف يتوقف أول أجزاء الصلاة على آخرها. والعبارة السليمة هي توقف بعضها على البعض الآخر، لأنه قد يتوقف الآخر على الأول. إن عبارة المؤلف هنا فيها نوع من القصور، إنه هو عبر بماذا؟ الأول يتوقف على الآخر، مع أنه قد يتوقف. نعم تماما. إذن هل يتوقف كل جزء من أجزاء الصلاة على الآخر وعليه فينظر إليها كما سبق في مسألة الوضوء نظرة كلية، وذلك لأن الصلاة كذلك من الأحكام الكلية التي تندرج تحتها أجزاء، فينظر إليها نظرة كلية، أم ينظر إليها نظرة جزئية، حيث أن كل جزء من أجزاء الصلاة يكون مستقلا بحكمه على القاعدة المنطقية، هو من باب الكل أو من باب الكلية. نعم.
ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى الفروع التي تندرج تحت هذا الضابط، حيث قال عليه طار العتق فيها. نعم، عليه أن يبنى على هذا الأصل طارئ العتق، وهذا كذلك من الفروع الغريبة، من الفروع الغريبة عند وجوده، أما اليوم فلا وجود له البتة، أي عند وجود الرقيق يعتبر هذا الفرع غريبا، وصورته هو الأمة التي تكون دخلت في الصلاة، دخلت في الصلاة بستر عورتها المطلوبة، لأن عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، معنى أنها لا يجب عليها مثلا ستر رأسها ولا أطرافها، وهي دخلت بهذه الصورة لصلاتها، وبينما هي في صلاتها إذ نادى عليها سيدها قائلا يا فلانة أنت حرة لوجه الله داخل الصلاة، هنا الآن انتقل معها الحكم من ما كانت عليه وهي رقيقة إلى ما صارت إليه وهي الحرية، صارت الآن امرأة حرة، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيه، وما عدا وجهها وكف حرة يجب ستره كما في العورة. الآن هذه الأمة بهذه الوضعية إن بادرت وسترت رأسها وأطرافها هل تكون صلاتها صحيحة أم لا؟ هنا ينزل هذا الضابط، إن قلنا بأن كل جزء من أجزاء الصلاة مستقل بنفسه فالصلاة تكون صحيحة، وإن قلنا بأن أجزاءها يتوقف بعضها على بعض تكون باطلة. لماذا تكون باطلة؟ لم يتوفر فيه الشرط. نعم، ولكن هذا بالشرط الذي ذكرناه وهو أن تبادر إلى ستري، أما إذا تباطأت فإن الصلاة تكون باطلة. إذن هذا هو الفرع الأول من فروع هذا الضابط، عليه طارئ العتق أي التي طرأ عليها العتق وهي في صلاتها. نعم، قال والنجس وأنكى الستر ونزع منه. نعم، والنجس هذا الفرع الثاني، المقصود به الشخص الذي وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم بادر فألقاها عنه، فهل تكون صلاته صحيحة ويستمر في صلاته أم لا؟ إن قلنا بالشطر الأول وهو أن كل جزء يكون مستقلا فإن صلاته تكون، لأن الجزء الأول الذي أداه كان صحيحا. لماذا كان صحيحا؟ لأنه كان ناسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع تماما. وإن قلنا بأن أجزاء الصلاة يتوقف بعضها على بعض أو بعبارة مؤلف توقف أولها على فإنها تكون باطلة، قلنا هذا إن بادر إلى إزالة النجاسة، أما إن تباطأ فإن الصلاة تكون باطلة على مذهب من يوجب الستر. نعم، قال وهل تقدر متى تشتري؟ نعم، إذن ماذا قال؟ أنا وأمكن الستر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأمة،
أم كان الستر بالنسبة للآمة وكذلك نزع ما كان نجسا بالنسبة لمن وقعت عليه النجاسة أو لمن تذكر بأن ثوبه الذي عليه نجس. إذن أمكن الستر معناه أنه إذا لم يمكن الستر بأن ليس عندها ثوب، قد تكون في مكان لا يوجد عندها ثوب، ففي هذه الحالة تخرج من الصلاة لأن الصلاة تكون باطلة وعليها أن تستنفها من جديد. وكذلك الإنسان الذي تذكر بأن عليه ثوبا نجسا إذا لم يكن عنده ثوب ليغطي به مثلا عورته فإن صلاته كذلك تكون باطلة. إذا نزع هذا الثوب فإنه سيتعرض إلى مبطل آخر وهو كشف العورة. نعم. يقول رحمه الله بعد ذلك: وهل تقدر المتى تشترك بأولى أو أخرى بوقت ندرة؟ نعم، ندع هذا إن شاء الله تعالى إلى إن شاء الله. نعم.